صباح الخير مرة تانية، ورح نبلش بالجلسة الثانية لليوم عنوانها مشاركة المجتمع القدرات والتحديات والعواقب. المتحدث الأول إسماعيل الشيخ حسن، هو باحث مستقل، وعنوان المداخلة تبعه تداول البحث الأكاديمي والنشاط السياسي والممارسة المهنية في المخيمات الفلسطينية. تفضل. شكرا. صباح الخير. كنت عم بفكر بجلسة مبارح، وكانت صعب، يعني تخيلت كانت صعبة على الأقل عشان ما كان واضح وين الأمل. مظبوط، في مصايب كتير وفي أخطاء كتير، بس محل مثل المخيمات الفلسطينية دائما نحتاج لأمل لنعرف كيف، شو بنقدر نعمل، شو بنقدر نساوي. وطبيعي كمان أنه بقضية مثل القضية الفلسطينية اللي هي من أصعب وأكثر القضايا للعصر الحديث تعقيدا، أن يكون كتير صعب على أي حراك أو جهد أنه يقدر يعمل أي تغيير أو تحسين بهيك نوع من الأماكن. بس الباحثين بتخيل دائما عندهم إلهام بفكرة أنه المعرفة قوة، بس واقع الحال أنه إطلاق قوة هاي المعرفة دائما تعتمد على أطر للتغيير، بيعتمد على مبادرات للتغيير، ناشطين. يعني قوة المعرفة لحالها ما بتقدر تعمل شيء. وهذا الاستدراك طبعا دفش كتير من الباحثين، من المهنيين المهتمين فعلا بتحقيق تغيير ما أو تحسين ما بموضوع المخيمات، أنه ينخرطوا بمبادرات بأطر عم تحاول تحقق هاي الأهداف. أنا بحس أنه حتى نقدر نكون إيجابيين أكثر، يمكن لازم نغير السؤال من ليش ما نجحوا الباحثين بتحقيق تغيير ملموس بالمخيمات، لمجموعة أسئلة تانية مثل أي نوع من المعرفة وأي نوع من العمل إحنا بحاجة لإله اليوم لفعلا نحقق تغيير. شو هي نظريات التغيير اللي إحنا عم نعتمد عليها؟ وهل فعليا مجال البحث الأكاديمي هي المساحة الأفضل لإنتاج وتداول هذا النوع من المعرفة؟ عم بسأل هذا السؤال عشان يعني تجربتي الخاصة كناشط بقدر أقول إنه المعرفة اللي استخدمتها كناشط تعلمتها من العمل، يعني ما قدرت أخذها من العمل الأكاديمي، أخذناها من العمل أو من الأشخاص اللي اشتغلوا قبلنا. وفي طرق بين الناشطين بكيف بتشاركوا معرفة هاي المعرفة مختلفة عن الأشياء المكتوبة بالمساحات الأكاديمية. بس لا شك أنه في ضرورة لدمج العمل البحثي مع العمل السياسي أو العمل الأكتيفيزم، يعني هدول الشغلتين في تناقض بيناتهم، يعني في تنشن بيناتهم، تناقض معين، بس مهم يشتغلوا سوا. يعني في صعوبة بس في أهمية. في نظرية بتقدر تقول أنه البحث أو المعرفة ممكن تقتل العمل. وإذا بتذكر كتير من المرات لما كنا كناشطين عم نحاول نتعامل مع أزمة ما أو قضية ما، وبنكون ناشطين باحثين وباحثين، الباحث دايما بده يسأل، مش متأكد، لازم نفكر أكتر، والناشط بده يشتغل، بده يتحرك، وفي لحظة لازم نغتنمها. الطريقتين مهمين، بس كمان في نوع من الأسئلة بيقتل العمل، في نوع من الأسئلة بيمكن العمل. التنشن أو التناقض بين هدول الشغلتين كتير مهمين، يكون في نوع من التوازن بيناتهم. اليوم بدي أحكي عن شغلتين. الموضوع الثاني اللي حكي بآخر المداخلة رح يتطرق لسبل العمل أو سبل الأكتيفيزم اللي بتطمح للتغيير والتأثير واللي بتعتمد على أساليب بحثية. والموضوع الأول بتطرق للفرص والتناقضات
للعمل والمعرفة المهنية في سياق العمل التغييري، يعني the opportunities and limits تبع professional practice and knowledge in activism. المهنة اللي رح أكون دائما عم بدور حواليها هي مهنة التخطيط، تخطيط المدن، واللي هي ملفتة للانتباه خصوصا لهذا النقاش اليوم، لأنها تدعي، يعني هاي المهنة بتدعي أنه هي متخصصة بعلم تحويل المعرفة إلى عمل، أنه the science of how knowledge can turn into action. تاريخيا اعتمد مخططو المدن على علاقاتهم مع السلطة السياسية أو سلطة المال لحتى يحققوا أهدافهم لتحقيق مدينة عادلة، مدينة أفضل. بس مع الوقت خصوصا بالستينات بلشوا يكتشفوا أنه في حدود للقدرة على التأثير من خلال هذا النوع من العلاقة، وانتج نوع جديد من المهنيين سموا حالهم مهنيين ناشطين، وخاضوا تجربة جديدة تحالفوا فيها مع حركات اجتماعية بدل ما يتحالفوا مع سلطة، وانتجوا معرفة تنزل تحت عنوان التخطيط الراديكالي. هاي نظريات ملهمة بس في إشكاليات لتطبيقها بمحلات مثل المخيمات. لما نشوفها بنكتشف إنه سياق المساحة اللي أنتجت هاي المعرفة عادة هي دول اللي فيها أنظمة ديمقراطية ليبرالية، بغض النظر إذا شرق أو غرب، وهذا هو النظام السياسي اللي موجود. وهذا طبعا في فرق بمحل مثل المخيمات اللي فيه خلينا نقول غياب من حقوق مدنية وسياسية أساسية، واللي هي بتتشابه مع ظروف صعبة أخرى استثنائية أخرى مثل أماكن فيها احتلال، أماكن فيها حروب أهلية، أماكن فيها حكم ديكتاتوري، كلهم بتشابهوا بهذا الشيء. بهدول الأماكن اللي بيكون مجرد الإنسان من المينيموم من الحقوق السياسية والمدنية، بتفشل قوة المعرفة المهنية والأكاديمية لتحقيق تحسين بالمجتمعات. المشروع السياسي لمهنة التخطيط، يعني إذا ما نفكر فلسفيا، هو مشروع إصلاحي، وهذا كثير من المهن تعتمد على فكرة إنه الإصلاح، إنه إحنا بنقدر نصلح النظام اللي موجود من خلال خبرتنا. حتى لو تخطيط المدن له أبعاد سياسية، بس هو مش عمل سياسي، في فرق، دائما في فرق بين هدول الشغلتين. فكرة الإصلاح طبعا دائما بتعملنا تناقضات كبيرة، خصوصا لما نشوف المخيم كإنتاج لنكبة وتهجير أنتجته سلطة اللي هي احتلال إسرائيلي، وصعب تزاوج الفكرتين مع بعض. طبعا السلطة الإسرائيلية هي مش السلطة الوحيدة اللي احنا عم نواجهها بمحل المخيمات، في تراكم سلطات، إن كانت أنظمة أمنية، دول مستضيفة، أنظمة دولية، وبوقت مثل اليوم فينا نقول فصائل فلسطينية، بوقت في اقتتال داخلي، ضياع لمشروع وطني تحرري إلى آخره. هاي السلطات عندها مصالح بدها تحافظ على مواقع لإلها، ومن الطبيعي أي محاولة لتحقيق تغيير أو تحسين بوضع قائم بده يواجه هاي المصالح. ولما يصير في مواجهة كمان من الطبيعي أنه أي مبادرة عم تعمل هذا الشيء رح تعتبر غير مشروعة أو خارجة عن القانون، حتى اللي بيعرض الأشخاص أو المبادرات بهاي الأحوال لا طبعا أشكال مختلفة من الاضطهاد من النظام السياسي الاقتصادي اللي موجود. هون بيكتشف المهني الناشط أو الباحث الناشط إن المشكلة لم تكن بقوة المعرفة، بس كانت دائما تتعلق باستعداده كشخص مهني أو أكاديمي إنه يتخلى عن الامتيازات اللي كانت عنده وعن موقعه الاجتماعي، يعني كفئة، يعني إذا نحكي المهني كبروفيشنال أو كأكاديمي
إذا بده يتحدى السلطة في امتيازات معينة عم بيخدها من هاي السلطة رح يضطر يتخلى عنها إذا بده يفوت بهذا النوع من المواجهة. فهاي الفئة من الأشخاص بيكون عندها خيارات مختلفة، يا بده تعتبر أنه هي ما بتقدر تعمل شيء بتراهن وبتضلها بالنظام اللي موجود وما عندها استعداد أن تضحي بالمكتسبات اللي اكتسبتها من خلال دخولها إلى جامعة واخذ وظائف وإلى آخره. في نظرية بتقول أنه فيهم يلعبوا على الحبلين، يعني بيقدر يلبس طاقية المهني أو الأكاديمي بمحلات، بس مرات بيلبسوا طاقية الناشط وبيقدروا يراوغوا، واللي هي بالأنظمة هذه الصعبة اللي عم بحكي عنها دائما نلعب لعبة المراوغة، وممكن تحقيق إنجازات من خلال هذا النوع من العمل بس أفقه ضيق. يعني فينا نحافظ على هاي المراوغة لفترات محدودة، بس منا شغلات بتشتغل على مدى بعيد. وفي طريقة اسمها الكوفرت بلانينج، إنه مثل كوفرت كيف من ترجمة؟ سري؟ لا مش سري، خفي. يعني ما بعلن أنا عن موقفي واعتقاداتي السياسية، بفوت بالأنظمة السياسية، بفوت بالأنظمة اللي موجودة بشتغل فيها وبكبر فيها وبوصل لمواقع فيها، بس بحافظ على علاقاتي مع الأشخاص والمبادرات اللي عم تحاول تعمل تغيير، بمرلهم معلومات، بساعدهم بموارد إلى آخره. أنا تعلمت من تجربتي بإعادة إعمار نهر البارد، يعني ما كنت بالهيئة الأهلية مع بالمخيم، إحنا اعتمدنا على أشخاص هيك كانوا موجودين بالدولة اللبنانية، عندهم مآخذ على الدولة اللبنانية، بالأونروا عندهم مآخذ على الأونروا، وساهموا بإنجاح المشروع اللي كان عم بيتم بلورته بالمخيم ضد مشروع الإعمار اللي كانت الدولة عم تصيغه بهذاك الوقت. هدول أشخاص مخفيين ما بياخدوا كريدت للشغل هني بيعملوه، بس هني مهمين، يعني ما ضروري يكون دائما نفس المواقع لحتى نحقق تغيير. أنا ما عم بقول إنه في أسلوب أهم من الثاني، هني كلهم مهمين وهني كلهم بيلعبوا أدوار مختلفة. بدي أفوت بالجزء الثاني من المداخلة، عن بدي أحكي شوي عن الأفق، وبدي أحكي عن ثلاث عناوين أو مجموعة عناوين، يعني مش كل العناوين اللي ممكن الباحث يستغلوها ليساهموا بالعمل. العنوان الأول تحسين المخيمات، خصوصا أنه بكل المخيمات دائما في مبادرات عم تحاول تحسن واقع مكاني ما بهذا المخيم، له علاقة بخدمات، له علاقة بالمكان، له علاقة بالأحياء، ولدائما ممكن يكون في استفادة من ناس عندها خبرات تقنية أو خبرات أكاديمية معينة، ممكن الشخص ينخرط مع هيك مبادرات. هاي المبادرات طبعا تشتغل على مستويات صغيرة ومحدودة، ما عم تتعامل مع قضايا كبيرة، ودائما بتنسق مع السلطات اللي موجودة على الأرض، هي ما عم تحاول تغير السلطة، هي عم تحاول تحقق شيء صغير منيح بوضع سيء. أهميتها أنها بتخلق مساحات لمجموعات جديدة لتخوض تجربها الخاصة بمحاولة تنظيم حالها وبمحاولة تحقيق أهدافهم. أفق هاي المبادرات تكمن إذا عندها القدرة لتحافظ على الحد الأدنى من الاستقلالية، وأنه يكون عندهم قراءة نقدية لواقعهم الحالي ووعي سياسي، حد أدنى من هاي الأمور. مثلا أنه يشوفوا مشاريع تحسين المخيم كمواجهة للنمط السائد اللي هو عم بيحول المخيمات أو حول المخيمات إلى جاتويات، خصوصا لما نشوف الجاتو كالمرحلة اللي بتسبق اختفاء المخيم، أنه بدمر كل شيء موجود فيه، وأنه تحسين المخيم بيعطي فرصة ليستمر كمساحة إيجابية بتحضن الهوية الفلسطينية، القضية الفلسطينية، السياسة الفلسطينية بالمهجر. العنوان الثاني هو عنوان الأزمات، خصوصا لما نشوف، يعني لما نقرأ تاريخ المخيمات دائما في تاريخ له علاقة بدمار وإعمار، دمار وإعمار، منا حالة استثنائية، هي حالة المخيم، هي protracted crisis، الكارثة المستدامة المستمرة. بمراحل الكارثة يعني في فرص لكيف المجتمعات تضمن محالها، في تحريك مجتمعي كتير قوي بيصير،
لملهم لكتير ناشطين كمان بيروحوا بينخرطوا بهاي المبادرات، بيحاولوا بمحاولة إعادة إعمار المخيم، حمايته إلى آخره. أفق هاي المشاريع كمان محدودة عشانها مشاريع دفاعية، عم تتعامل مع كوارث محلية. مظبوط بيصير في تضامن على من كل المخيمات، دائما تتضامن، بس دائما العمل بيكون بالمخيم اللي فيه الكارثة. بنهر البارد في كتير يعني المعرفة اللي استخدمت بالتجربة المحلية لإعادة إعمار المخيم ما تجربة انتجت بالمخيم لحاله، استفادت من معرفة انتجت من كوارث دمار وإعادة إعمار صارت بمخيمات سابقة، إذا صارت بعين الحلوة أو بجنين إلى آخره. وهي المعرفة كانت عم توصل من ناس عندهم خبرات بهذا الشيء، بس كمان معرفة الناس بتعاملهم مع الكوارث، كيف تعلموا الفلسطينيين دائما كيف لازم يتعاملوا مع هاي الأشياء. حتى نهر البارد نفسه أنتج معرفة جديدة يعني بأخطاء ونجاحات التجربة، دائما يعني إلها فائدة إن شاء الله لأزمات ما تصير بعدين. العنوان الثالث بتعلق بعنوان العودة. فإذا موضوع التحسين عم بتعامل مع مشكلة تمدن المخيمات، يعني الأربن كرايسيس اللي موجودة بالمخيم، وإذا موضوع الأعمار عم بتعامل مع مشكلة الكارثة، موضوع العودة كعنوان بتعامل مع أفق يعني التحرير والتحرر إلى حد ما. وفي مجموعة كبيرة من الأعمال اللي عم تصير كل يوم دائما عم تتعامل مع هذا الشيء، بنزل تحت عنوانها أعمال أرشفة، مثل الأشخاص اللي عم بيشتغلوا على كتب القرى وعم بيوثقوا تاريخ خريطهم أو عم برسموا خرائط القرى، خريطهم كيف كانت قبل ما تدمرت قبل ما إسرائيل تدمر 500 قرية بفلسطين، والتاريخ الشفوي إلى آخره. وأظن في كلمة رح تحكي عن هذا الموضوع. هذا يعني هذا العمل له أفق. مزبوط أنه ممكن اليوم ما بنعرف بالضبط كيف لازم نستخدم هذا الشيء، بس هو شيء للمستقبل. يعني كل حدا بيشتغل عليه عم بفكر للمستقبل، أنه إحنا بكرة لما بعد ما إحنا نروح كيف الأجيال الثانية ممكن تستخدم هذا الشيء لمستقبل العودة. في أعمال فنية وهندسية كتير عم تتخيل كيف ممكن يتم إعادة إعمار هاي القرى اللي تدمرت بفلسطين. كتير منهم عم بيصيروا يعني باحثين عم بيشتغلوا على الماجستير تبعهم، هن اللي عم بيشتغلوا على هاي المشاريع. أهميتها أنه عم تخلق أمل جديد وأفق جديد ومخيلة جديدة لكيف فعليا العودة ممكن تكون، كحلم أو كشيء تقني. ممكن ما لها جدوى مباشرة على واقع المخيم، بس تعطي الأمل، يعني هذا أفق مهم. وفي مبادرات متنوعة يعني بنسمع فيها ومنشارك فيها ونشوفها كل يوم، العلاقة بالمسيرات على الحدود ب15 أيار اللي بتصير، المؤتمرات العودة اللي بتصير، محاولات أهل 48 ليرجعوا لقريتهم دائما بفلسطين. يعني هاي ممارسات عودة دائما عم تصير تحت هذا العنوان. فيه يعني في كتير من الأشياء، ودائما في عملية بحث يعني عم تنخرط مع عملية العمل، ما عم بيكونوا هاي الشغلات من قصة. هدول الثلاث عناوين طبعا هني مترابطين مع بعض، منهم ممكن ينشافوا كأشياء منفصلة، بس دائما بالوعي الفلسطيني هني مرتبطين. تحسين المخيم دائما مرتبط بفكرة عودة، الكارثة يعني لهم علاقة مع بعض. كخلاصة بدي أحكي نقطة أخيرة، إنه مش ضروري دائما العمل الباحث يكون مرتبط بعمل بأكتيفيزم، بعمل على الأرض. في ظروف ما بتسمح للباحثين يكونوا قادرين ينخرطوا بهاي المبادرات، يعني في ناس تقدر لظروفها ومكانها إلى آخره، في ناس ما بتقدر. وإنه المستفيد يعني مساحة الاستفادة من العمل الأكاديمي يعني هي المساحة الأكاديمية. الأكاديمي بيأثر على زملائه الأكاديميين، بيأثر على تلاميذه، بيأثر على أساتذته، هاي مساحته، هاي المساحة اللي هو مؤثر فيها، حتى لو هو ما قدر يأثر بالواقع المكاني تبع المخيم. الأكاديمي بيأثر بمساحة الكتابات الأكاديمية، هاي هي المساحة اللي بيصير فيها نقاش نظري وسياسي إلى آخره، هون هو عم بيأثر.
وهذا التأثير مهم، خصوصا إذا منشوف الإنتاج الأكاديمي اللي عم بيطلع على موضوع المخيمات والقضية الفلسطينية. يعني 90% منه مناصر، يعني 90% منه مناصر لهذه القضية، ما عم بيكون مشبوه أبدا. وجزء كبير من هذا الشيء، يعني بنفهم الدور المهم إنه هدول الباحثين اللي عم بكتبوا عن القضية الفلسطينية إنه يزوروا فلسطين، يشوفوا فلسطينيين ويزوروا المخيم ويحكوا مع ناس من المخيم، عشان هذا النوع اللي بيزور المخيم اللي بيفوت عليه أنا برأيي دائما بتغير، ما بيضل نفس الشخص اللي ما بيعرفه أو اللي عم بيقرأ عنه بالكتب. وشكرا. شكرا إسماعيل على المداخلة اللي أعطتنا أمل بإعادة النظر بالمعرفة وربطها بالتغيير المجتمعي. هلأ محمود وأناهيد رح يحكوا عن بدلا من هنا وسليمين أوكي في ما قدروا يجوا فمحلهم، يعني بس رح يحكوا بفكرة سريعة عن المشروع يلي كان هنا وكوكا، عن تاريخ الشفوي الفلسطيني. تاريخ الشفوي يعني بس كلمة سريعة. طبعا زي ما قدموا الصبايا انه مش احنا الاصليين، احنا تقليل، فإن اي اي شيء العلاقة بالورقة موضوعة طبعا، يعني الصبايا معنيين حاسبوا على قديش تماسكها في الورقة. احنا ما في ورقة، بس هلا عنوان سريع اللي هو المشاركة المجتمع التحديات والقدرات. خليني اخذ انا تقريبا 5 دقائق بس، اول شيء اعرف على ارشيف النكبة لانه احنا شركاء مع الجامعة الامريكية بمشروع التاريخ الشفوي اللي عم بديروه. أرشيف النكبة بدنا احنا بعام 2002 انا وديانا ألان اللي هي أنثروبولوجيست هلا موجودة طبعا بكندا، كانت موجودة بلبنان خلال يعني من 2000 لل 2005 تقريبا، اشتغلت الدكتوراه تاعتها بمخيم شتيلة. ولكن أرشيف النكبة احنا كان الهدف انه نعمل مصدر رح أحكي أول شيء عم بعرف على تاريخ الشفوي. هلأ كمان معتز بيطلع لك كلمة، منيح إنك إجيت، مش مشكلة، هاي زي ما بقوله ربحتها معنا. الفكرة إنه كان في ضرورة ل يعني كتابة التاريخ من الفئة المهمشة أو من الفئة يعني زي ما بقولوا المهزومة من قبل اللاجئين، لأنه التاريخ الفلسطيني كلنا بنعرف أنه من كتب. فعملنا فكرة الأرشيف أنه يكون يجمع كجراس روت، يعني من المجتمع من خلال تدريب باحثين ميدانيين بالمخيمات، ويقوموا هن بإجراء مقابلات مع اللاجئين أنفسهم. طبعاً كذلك بالنسبة للاستمارة والأسئلة اللي انعملت تطورت من قبل الفريق هذا اللي هو الفريق ميداني بالتشاور مع مؤرخين وأكاديميين فلسطينيين وغير فلسطينيين. عام 2011 بتصور كان في أول نقاش مع مؤسسة عصام فارس أو مركز معهد عصام فارس إنه ضرورة إيجاد مكان نطلع من الأرشيف من مكان المخيم أو الجمعية أو المؤسسة ليصير بمكان يعني أكاديمي يكون يخدم البحث العلمي. وتم الاتفاق بين أرشيف النكبة ومركز الجنا اللي بإدارة السيد معتز لجاني هلأ إجا فيه يحكي ومعهد